اللهم فات المحسنين والمحسنات، اللهم فات المحسنين والمحسنات على إحسانهم، اللهم فاتهم بالحسنات حسنة وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم بارك لهم في هذه العطايا، اللهم اجعلها في ميزانهم حسنات، اللهم بارك لهم في الحسنات وتجاوز لهم عن السيئات، اللهم بارك لهم في الدين والدنيا، اللهم وسط لهم في اوزارهم، اللهم بارك لهم في امهاتهم وبناتهم، اللهم اجعلهم ذرية صالحة تعبد الموت وحيد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم على آبائهم وأمهاتهم قائمين، ولا تجعلهم لهما من العذابين فيكونوا من أصحاب الجحيم، اللهم وفقهم في جميع أمورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا واكرمهم لهم ووسعوا لقلبهم، اللهم اكسرهم منك والبلاء والبرد، اللهم احقهم من الذنوب والخطايا كما انهم ابتغوا الابيض من الناس، اللهم لا تنس وحشتهما، اللهم اغفر لهما لانهم، اللهم ارحمهما يا رحيم، اللهم اكرمهما يا كريم، اللهم اشعل القران العظيم قائدا الى جنة يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم احفظ ازواجنا، اللهم اجعلهم من المؤمنات، اللهم اجعلهم من المؤمنات، اللهم اجعلهم من الذاكرات، اللهم اجعلهم من القانتات، اللهم اجعلهم من الصائمات، اللهم اجعلهم من العفيفات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وانصر اللهم من استرحت وامر عبادك بإقامة الدين في أرض محمد إسلامس، نصر عزيزا تعز به الدين وتحيي به راية الإسلام والمسلمين، اللهم سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي شفيعه مولاي الشيخ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونشهد أنه الله واحد أحد
حتى تستقيم حياتهم ويقيم عيشهم
من هذا الشهر إلى نهاية يوم الجمعة 19.